صباح الخير مجددا. رح يطل معنا مثل ما قلت لكم ابونا جوزيف السويد عبر التطبيق زوم. صباح الخير ابونا. صباح النور، الله معك يا حبيبي. كيفك؟ المجد ليسوع المسيح، نشكر الله دايما. تعودنا عليك بالاستوديو. ان شاء الله ان شاء الله الظروف تسمح. الله يا رب. ابونا اليوم رح نكون بنحكي عن انجيل مرتا ومريم. صح صح، هيدا الإنجيل ريتا كتير بيخدنا على مطارح بالحقيقة، نحن بحاجة إلى ونحن بحاجة لأنه نسمع عنا اليوم. هي موجود النص بإنجيل لوقا الفصل 10. أنا بدي أقول سلام الرب يسوع لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا من أنا وصغير ريتا، من وقت ما بلشت أوعى أنه القديس هو قسمين، قسم كسر الكلمة وقسم كسر الخبز. فهمت أهمية الكلمة. اليوم اللي بدي أحكي أنا وياكي عنا، يمكن من بعد ما بي شربني إياها بالملعقة، من أنا وصغير وعيت عبي رجل إيمان وصلى. بكل بساطة ريتا، كنا دايما نحكي عن يوم الرب، يوم الأحد. هيدا اليوم اللي عند نسبة كبير كتير من المسيحيين هو ما بعرف إذا صار يوم التنبلي، يوم المشاوي، يوم الراحة، وحتى راحة من الرب. يعني بدل ما يكون عن جد عنا الراحة بالرب، صرنا عم نرتاح من كل شيء، ويمكن يوم النوم الطويل وإلى ما هنالك. أنا بقول حقيقة هيدا النهار لازم نرجع نصيغه من جديد. هو منه يوم الاستجمام، يوم الكزدرة، يوم الفرفشة لمعظم شبابنا وشاباتنا. هو بالحقيقة يمكن يوم لازم يكون هالقد كوندنس ريتا، وأكيد لازم نرجع نصيغه من جديد. هو بامتياز لازم يكون يوم قرباني، يوم التأمل، الصلاة، اللجوء إلى الله من بعد عجقة هالأسبوع. بي كان عنده بالحقيقة هيدا اليوم يوم مميز، مشان هيك بيوم الأيام بيقول لي un jour sans dimanche et sans eucharistie surviendra la plus grande catastrophe humaine. وعم نعيشها اليوم، يعني يوما ما بدون الأحد وبدون الإفخارستية، بدون الإربان، ورح تجي أكبر كارثة بشرية علينا، وعم نشوفها اليوم قديش هالكارثة عم تكبر. فاليوم رح يكون حديثنا موجه حول هالصبيتين مرتا ومريم وزيارة يسوع على بيتهم. شو صار لمن فات على بيتهم؟ كيف كانت الأشياء عم بتدور؟ وشو طلب يسوع من مرتا اللي كانت معجوقة بأمور كتيرة وكان المطلوب واحد؟ هيدا هو إنجيل اليوم. مزبوط أبونا، يعني الحكاية اللي عم بتقوله بدل على قديه الحياة عم تاخدنا بمحل ما لازم نحن نكون فيه. صحيح صحيح، أكيد بتصور نحن رايحين على متاهة كبيرة، أنا بسميها ميز ضياع قد ما بديك. ومن هون بتجي فكرة قديش الإنسان لازم يكون عن جد عارف لوين رايح وشو المطلوب. إنجيل اليوم بلاقي صدى باللي قلته بامتياز واللي رح نتأمل فيه أنا وأنت. مشان هيك كنت أسمع أنا وصغير يا عالم ياهو، ما كنت أفهم شو ياهو. اليوم صار بعرف ياهو بتصور هو الله بالنهاية، وصار في شيء اسمه الياهو على تعرف الجوجل والياهو. يا جماعة الله ويننا؟ يا جماعة عن جد هل صرنا فعلا جماعة الملاهي والمشاوي؟ يسوع بقلنا بإنجيل اليوم تهتمون بأمور كثيرة والمطلوب واحد. وكمان يسوع هو اللي بيقول ريتا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل شيء تزدادونه. هالإنجيل كل ما بنقرأ إنجيل مرتا ومريم كنت حس أنه إنجيل حتى الولد صغير قادر يفهمه، إنجيل طفولي كان بامتياز. ليش بسميه إنجيل طفولي؟ لأنه كان بيعني لي في قصة مرتا اللي جاي تتشكى على أختها، مثل ما كنا بنعمل ببيوتنا ريتا، تتشكى عند الضيف يسوع. جاي استضفوه بالبيت مرتا ومريم بعشقتهم، وبالمقياس صار أنه شو رح يأكل، شو بدنا نعمل له، شو كيف رح نريحه. ما بعرف، يمكن مرات أول ممنوع نهار الأحد أول سؤال بينسأل لربة البيت ماما شو طبخة اليوم؟ تصوروا بيجي الجواب اللي عندها الجواب هلأ بدي روح
على الكنيسة، بدي أقدس بعدين بجي بشوف شو بدي أعمل. وهذا الشيء كتير أساسي ريتا اليوم بحياتنا. الأم بتروح على القداس وعيلتها شي نايم، شي دايم دايم بالفرشة، شي رايح على الورشة، شي مقوم لقيامة وشكاوى، شي على الواتساب، شي على التلفزيون. ومرات أنا بقول وهي هات يا أبو الزلف إخوتي، يوم الرب مش مزحة، مش مزحة. اللي عم نشوفه اليوم بواقع حياتنا ريتا بيقول إنه يوم الرب صار أكتر من ملح. الوليمة اللي دعينا عليها الرب هي وليمتين، مش وليمة، وليمة كسر الكلمة حتى نسمع العظة، حتى عن جد نتفاعل مع كلمة الرب، وكسر الخبز اللي هي المناولة. وين صاروا هالشغلتين الكبيرة؟ طيب ليش خيارنا عم بيخدنا على عم نعمل سكيب للقداس؟ شي لأنه مرات ما بيعجبنا الخوري، شي لأنه سامعينهم وما بقى في شي جديد، شي لأنه شوب، شي لأنه برد، شي لأنه وين بدنا نصف السيارة، شي لأنه منشكك إذا بدك مرات ريتا بإيماننا، شي لأنه ما منلاقي مطرح أو يمكن هيك مكان لإلنا بالكنيسة، شي لأنه والله ما بعرف. في شي لازم نكسره، وفي الروتين اللي بنقول انه طيب خلاص سمعينه. لا، بدنا نغامر، بدنا نرجع نقعد نتلمز ريتا. مرتا كانت مهتمة ومعجوقة بكتير أمور، تشوف شو بدها الطعم يسوع، كيف بدها تريح له، تعطيه سلام إذا بدك تريح له قلبه. ومريم هيدي المهمة قعدت عند أقدام يسوع تصغي إلى كلمته، مثل اللي بتعرف وقت ما نروح على القداس ريتا مرات منحط الصينية تحت، مش مرات على طول منحط الصينية تحت دقنه للشخص اللي عم بتناول حتى افتفيت الخبز ما يوقعوا على الأرض. تصوري لحد وين نحن الكلمة لازم تكون هيك، كل كلمة بدنا نرجع هيك نتلمز للكلمة. بدنا عن جد نرجع نقعد عند أقدام يسوع، نقعد بكنيستنا نسمع نصغي لإلهامات الروح القدس، مش بلا مبالات. في كتير لا مبالات، انتبهي. حتى بالإنجيل بتقول مرتا أما تبالي، عم تقوله ليسوع، أما تبالي أن أختي تركتني أخدم وحدي؟ عتبتها لا مبالات، كارثة، هي خطية مميتة. شو كنت عم تسأليني؟ كانت عم بتعاتب أختها أبونا، ونحن عم نشوف هلأ بواقعنا الحالي كتير في معاتبة. صح صح، عم نعاتب بعضنا وعلى طول أما تبالي أما تبالي، انتو شو مش فرقاني معكم؟ هيدا اللي منقوله. بدنا نتعلم من مريم. أول شيء اللي قعدت عند أقدام يسوع، فن الإصغاء، الانتباه، الاهتمام بأنه ما توقع ولا كلمة ولا فتفوتة من دينينا. بدنا حقيقة هيك مرات كنت أعجب بكنيسة مرتقلة، بكنيسة الأولى، واليوم هيك كمان بالأردن بحس قديش في ناس وقت اللي بيكون في عجقة بالحقيقة بتفتحي لهم الشباك، بتفتحي لهم السكريدية، بصفوا قاعدين عم بيسمعوا كلمة الله تينتشوا. قديش في ناس بعدها بتقعد بالساحات بتقولكن حطوا لنا شي شاشة. بدنا بالحقيقة نحاول ريتا إنه ننسى هموم الدنيا، نقطف ساعة من كلام السماء على الأرض، نقطف ساعة من السماء على الأرض. إذا ما بنعمل هيدا الشيء وما بنترفع عن المآكل والمطايب والمحاشي بهالفترة الزمنية الصغيرة، ونقعد نتغذى ونغذي روح للجوعانة لله، بالحقيقة رح نضلنا بحالة مثل الحالة اللي عم نقولها اليوم. لأنه بيقول يسوع ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هالخبز اللي نزل من السماء تياكل منه الإنسان ويكبر بالنعمة فلا يموت. نحن اليوم بحالة موت جماعي. شو بتعلمني مريم؟ مريم اللي قعدت تحت أقدام يسوع بتعلمني فن الإصغاء، فن جديد. علمتني عبي وشرج بطارية قلبي، حواسي كلها أرجع هيك أعجقة، أعطي ديني، أعطي عيني، أعطي أفكاري للرب. كلمات ليست كالكلمات، مش هيك بتقول الغنية؟ كلمات ليست كالكلمات ريتا تصدر من فم الله الذي لا يغش ولا يغش. وهلأ بهالأيام صار لازم نقول الذي لا يغش بل يغش، عم نغشه.
مريم بالحقيقة أمثولة حياة، ومرتا المعجوعة بأمور كتيرة ريتا هي دينامو بالبيت. أنا ماني عم بقول إنه ما لازم نكون هيك، هي دينامو حقيقة، نشاط، حيوية، تفاني، خدمة، عمل، مرات سهر، عناية، نحن بنعملها لياقة عياقة، فن بالطبخ، دقلي هاي، تعدوا شوف شو طيبين، دوق هيدي إلك زمان ما دقت منها، بتتذكري أماتنا كيف كانت تقول هيدي رح تاكل صبيعك وراها، هيدي حمضها كيف، شو هالليحة الطويلة اللي منقولها. بس أنا بقول دخلكن مش حسين ريتا أنه مرتا صار في منا نسخ كتيرة، وخاصة خاصة رجال. ليش كنايسنا عم تتعبى بالنسوان بالستات أو بالشبيبة الأعمار الصغيرة وأغلبيتهم البنات؟ وينهم رجالنا؟ وينهم شبابنا؟ جماعة قوموا عملوا لكم شي شغلة تنفعكن، صاروا كتار. طب شو الشغلة اللي بتنفعنا اليوم؟ هون الأسئلة ريتا. بين مرتا ومريم في أمثولتين الحياة، مثل ما في بالقداس شقين كسر الكلمة وكسر الخبز، كمان في مرتا وفي مريم. بدنا نضلنا معجوقين، شوف العجقة والخفقة اللي نحن فيها اليوم على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المصرفي، على الصعيد يمكن الكهرباء، المي، على الصعيد العالمي، شوف قديش هالخفقة ولوين اخذتنا. أبونا، مرتا كانت ملتهية بالأمور السطحية، بينما مريم كانت ملتهية بالأمور اللي لازم مرتا تكون ملتهية فيها. بس صح. الفكرة أنه نحن هلأ بالأوضاع اللي عم نعيشها، نحن لا إراديا عم نكون ملتهيين بهالأمور، إن كان كيف بدنا نأمن حياتنا، حياة أولادنا، كيف بدنا نأمن مستقبلنا إلنا، فبقى لا شعوريا نحن عم نكون ملتهيين بهالأمور، عم نبعد عن ربنا. هل هيدي بتسميها لهوة ولا بتسميها عجقة؟ هون السؤال، اللهو أو مثل ما منقول يعني هيك نفوكس، يعني نركز، نبلش نشوف ليش قال يسوع تأملوا طيور السماء، ليش قالنا تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، ليش قالنا لتعبدوا ربين، ليش قالنا مثلا اكنزوا لكم كنوزا حيث لا سارق ولا عت، لأنه السارق قادر يجي يحط إيده ويسرق. دخلك ما اختبرناهم ريتا كلهم هيدول، مش شايفين أنه السارق مد إيده على البنك وأخذ مصرياتنا، ما بقى في حد شي حدا معه شي، مش شايفين أنه العجقة والخفقة اللي عايشينها ورتت ورطتنا بالطه كمان مشاكل وصعاب، وصرنا بورطة كبيرة مش عم نعرف المخرج وين، مش عم نعرف مين، كيف بدنا نحط، شو بدنا نحط على ميدة حياتنا؟ مش شايفين انه هالعجقة والخفقة مثل كأنه ألف شغلة بمشروع براسي، والمطلوب واحد، شو مطلوب للبنان؟ أول شيء مطلوب يقعد يسمع دقات قلب يسوع، يرجعوا قادتنا سياسيين، المسؤولين الروحيين والمدنيين يرجعوا يستلهموا روح الله ويشوفوا عن جد على أي درب بدنا نسلك. شوف اليوم مع كل هالخفقة بيعجقونا بالحرب، بالدمار اللي عم بيصير، بالكهرباء، بالمي، بالكسرات، باللاجئين، ألف شغلة وشغلة، والمطلوب واحد هلأ عنا بلبنان، جيبوا رئيس. مطلوب واحد بكل الدول، رجعوا لله. مطلوب واحد للشبيبة، رجعوا عن جد للمعادلة الذهبية اللي هي أن نستلهم روح الله ونمشي على دربه. بعرف أنه كلنا خطأ، بعرف أنه كلنا الشكاوى كتير، شكاوى الناس كتير. شوف يعني خلينا نروح ونشوف البرامج السياسية قدي في برامج شكاوى شكاوى شكاوى، عم نروح ونكتكتر هالشكاوى. هذا الشيء بذكرني وقت اللي كنا نتشكى على بعضنا عند أماتنا وعند بياتنا. اليوم نتشكى على الدولة، نتشكى على كل شيء، حتى الهوى نتشكى أنه عم بلو. طيب لأيمتى رح نضلنا بس النق؟ لأيمتى رح نضلنا نكد؟ ليش ما منروح فوكس على شغلي وحدة مثل ما بعض السياسيين عم بطلبوا؟ عنا أمر واحد، علينا أن ننجز أو ننجز هيدا الأمر بأسرع وقت ممكن قبل ما كل شيء ينهار من بين إيدينا. ليش عم نهرب منه؟ مرتا تشكت مريم وأكلت بخعة من يسوع، بخعة مرتبة أنا بقول، أو بسميها عتب مرتب،
كأن جاي مش بس تتشكى أختها مريم، مرتا أجت تتهم يسوع إنه لا يبالي ولو إلا لأختي. ويسوع بحط إيده على الجرح بيقول ليشك مضطربة، ليشك الآني القلق، اضطراب، ريت الخوف، النكد، الغضب، هودي عناوين هالمرحلة. هن نحن بالحقيقة لازم ما نعمل من هيدا الشيء اللي عم قوله، الغضب، القلق، النكد، الاضطراب، الترند، صار ترند هالمرحلة، بدنا نخلص. طب يا خوفي عن جد تصير الترند هي هيدي المقاييس؟ لا، الأيام اللي جاية بدها أكتر اتكال على الله. وإلا الترنيمة اللي بتقول توكلنا على الله وهو ملجانا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. أيمتى عن جد نرجع نتكل ومنتكي على صدر يسوع مثل ما عمل يوحنا الحبيب؟ إذا ما رح نعمل هالشي ريتا، سوف يكون هناك كتير من الدموع وكتير من صريف الأسنان. عم نعيش جهنم، إيه عم نعيشها، كل شيء رح يخرب، البيت، العائلة، الشغل، الرعية. ليش بطلنا نسمع؟ أو ليش كتير قليل عم نسمع؟ كتر خير ربنا، نشكر الله، الله بيدبر، الله بيسهل، ما تعتلهم، خلي ربنا المقياس. هيدولي مقياس مهم ريتا، إذا رح ننساهن على الدنيا السلام. مظبوط أبونا، نحن بنعرف أنه دول العظمى ودول كبيرة، يعني في روس كبيرة هنا عم بنفذوا أجندة شيطانية. إذا بنبلش نعد الأمور يلي عم بيعملوها من الذكاء الاصطناعي إلخ إلخ إلخ، طب هون نحن شو ذنبنا؟ قلبي مش أنه شو ذنبنا، لأنه بالنهاية هالحكام هني شغل إيدينا، هني يعني هني خياراتنا. أنا لو عن جد بدك تسأليني طب والخيار الأصوب، هو أنك تنقي خدام للوطن مثل الخدام اللي بتنقيهم وبتقولي مستحق للكنيسة للإربان. بدنا خدام قربانيين، بدنا خدام سياسيين، حكام على حسب قلب الله. لمن أنت وأنا ريتا منروح منختار كهنة أو منختار حكام أو منختار رؤساء بلديات أو منختار تنفترض كتاب عدل أو غيره، منن على حسب قلب الله. ساعتها رح تقولي شو ذنبي؟ ذنبك انك اخترتي، وذنبك انك ما اخترتي الناس المتلقين من الله، ذنبك انك اخترتي ناس وصرتي زحفوطيه قدامهم، ذنبك انك اخترتي اشخاص ملوتين ورجعتي ما توخزيني اشتريتيهم واستوردتيهم. وهذا الشيء بخليك دائما بحاله الضرب اللي نحن فيها. المشكله اللي عم نعيشها انه ما في حساب، ما حدا عم بيحاسب حدا. قديما كان يقولوا علق له المشنقة، قديما كان يقول له أقيله، اليوم كله بيرجع بيستورد حاله، كله بيرجع مثل كأنه بيستنسخ حاله. إذا مش هو ابنه، إذا مش ابنه ابن خيه، إذا طب إنه شكاوى على الدولة، شكاوى على المستشفيات، شكاوى على المؤسسات العامة، شكاوى بيئية، حدث ولا حرج، شكاوى ضد اللاجئين، شكاوى اجتماعية، غذائية، نقابية، إعلامية وغيرهم، شكاوى روحية ضد إكليروس، رجالات إكليروس. من أين كانت تصير شكاوى مصرفية، شكاوى ضد الجيران، ضد الدخونة، ضد الإشياء اللي عم نعيشها؟ يا ريتا ما بعرف بدي أقول، بالحقيقة صار بدها صرخة، يا جماعة الخير عليكم أن تفعلوا ذلك ولا تنسوا تلك. وينني الأشخاص اللي بيعرفوا يقعدوا بين إيدين الله، يتلمزوا، يرجعوا يقروا الكتب، يقروا الغيب، يقروا عن جد البيوند، تهتمون بأمور كثيرة والمطلوب واحد، ترجعوا لالله، نرجع لالله كلنا سوا، نرجع نفتح قلوبنا على موجة صوته نهتدي. بدنا عن جد نصلح هالأمور، نستصلح، نقوم طرق الرب مثل يوحنا المعمدان ونحن بالأردن، وإلا فعل الدنيا السلام. يا ريتا المشكلة إنه بالحقيقة نهتم بأمور كثيرة ونضطرب مثل ما بقول يسوع، والمطلوب واحد. ما قال شو المطلوب ربنا؟ أنا عم بقلكم شو المطلوب. المطلوب اليوم أنه نطلع من تفاهاتنا وسذاجتنا، نرجع لنشوف وين الحل. الحل بمطرح واحد، مش الحل أنه نقعد نبرعت على اليمين وعلى الشمال ونغمز ونمرق وصفقات وديلز هيدي الحرب بقى ما بتزبط. الحل هو بيسوع المسيح، بالإربان، بأنه نرجع نقعد بين إيديه بأحضانه. الحل بأنه عن جد نقعد على الطاولة نتحاور كإخوة مش كمتخاصمين، نتحاور مش بالطريقة اللي عم بيطلبوها اليوم. تعوا نقعد نتحاور، شو بدكم؟ بدكم تسوقوا أنتم،
لا التسويق مش مسموح، في قانون، في يعني في بنود، في تشريع، وينهم؟ كله غياب. حتى غياب الله ورتنا غياب كل شيء اسمه قيم، أخلاق، تشريع حق، بنود سكبوا عرق ودم على بياتنا ودفعوا الاستقلال، دفعوا دم لحتى يجيبوا لنا الاستقلال. نحن اليوم بالحقيقة مش سئلانين. فالمطلوب عن جد واحد، المطلوب يسوع، المطلوب الحلقة اللي عم نبرم بفراغ حولها، بدنا الله وما بدنا الله. عم نمزح، هيدي المسحات بدنا نطلع منها ريتا. بدنا الله بس نحس بالسخن مثل ما بيقولوا، بس يصير في يمكن حرب، بس يصير هزات، بس يصير كتار من هالأمور بنقرب من ربنا ومنصير خايفين. هو هيدا الشيء خوف برأيك؟ أما لا، نحن بنكون ارتدينا. هو خوف، هو خوف، وهو مرات عن جد ضيعنا المقياس. وانتبهي، دايما كنت أقول على شاشة الأو تي في وبكل المطارح، كنت دايما أقول لو بلو جران هانديكاب سي لا بور. إنه وقت اليوم بدنا عن جد نقول إنه ليش شعبنا عم بيعيش الإعاقات وعم نعوق وعم نتعوق ومش عم نعرف نوصل لمطرح؟ لأنه مرات منتردد، مرات خيفانين، مرات معجوقين، مرات مستسلمين، مرات مستزلمين، زلم فلان وزلم فليتان، ومرات زحفوتيين، مرات بيلاطوسيين من غسل إيدينا بقول أنا شو خصني يصطفلوا. مرات بالحقيقة مش عارفين لوين بده يعني الدرب يقودنا. نحن منعرف الدرب، بيقول له يسوع لفيليبوس ولو عم تسألني بعدك أرنا الله؟ يا خيي من رآني رأى الله؟ بدك أنا الطريق، أنا الحق، أنا الحياة، شو عم تسألوا؟ لوين رايحين؟ بدنا نفتش على طرقات جديدة ما رح نوصل لمطرح ريتا، بدنا نفتش على دروب جديدة ما رح نوصل، بدنا نفتش على حياة نعمل حياتنا بدون الذي هو الطريق والحق والحياة ما رح نوصل. بدنا الحقيقة، الحقيقة رح تضلها ضايعة. هيدا أربعة آب، رح تضلها ضايعة ورح تضلها مموهة وميعة، وناس بتقول ايه وقاضي بيقول لا وما بقى. ليه؟ لأنه بالحقيقة في شيء ضايع، المقياس ضايع ريتا. هيدي المقياس لازم يرجع يكون مقياس بينلبد على الطاولة، بينفرض على الطاولة، بتيجي بتقولي يا هيك يا بلا. شو الهيك اليوم؟ المطلوب واحد، برجع بقول هيدا الإنجيل مرتا ومريم، هيدا لكل إنسان، زعيم، أم الزعيم، أخت الزعيم، يمكن زلم الزعيم، الحاكم، الكاهن، كل تهتم بأمور كثيرة. وشو المطلوب؟ المطلوب عودة الابن الضال، المطلوب نرجع لأحضان الله، المطلوب نكمل المشوار، المطلوب نحط المقياس حتى ولو كان مقياس يمكن قاسي، مقياس يمكن يخضني يزعجني. كلنا سوا رعاة، حكام، رؤساء بلديات، رؤساء مثل ما بقولوا مجالس، نقابات، بدنا نرجع نحط المقياس. يسوع المسيح هو المقياس. وقت بضيع المقياس بضيع المعادلة، بصفي كل واحد فتح حسابه، دكان هون دكان هون يمكن. وبترجع بتقلي لي الخوف، التردد، أكيد الوحيد اللي بيقول لي بتخاف أنا معك هو يسوع المسيح. المزمور 23، الرب راعي لا أخاف السوء، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. وين هيدول المعادلات أخوتي؟ أنا بسألكن ريتا، رح نضلنا حقيقة نبرعت بمستنقع طلعت ريحتنا وطلعت عن جد في مأساة عم نعيشها ورايحين على مأساة؟ إذا ما بدنا عن جد نحط العلاج الدواء، رح نروح على أوبئة، مش الأوبئة اللي عم بيبشرونا فيها أو عم يمكن يحكونا عنها، لأنه أنا ما بعتبرها بشارة أبدا. اخديننا على أوبئة نفسية، أوبئة اجتماعية، أوبئة أصعب أخلاقية. من الأوبئة الوباء عم ينتشر، صح. الحل وين؟ أبونا عم نحكي عن الخوف، أنه إذا كنا مؤمنين ما لازم نخاف، بس كنا بنعرف أنه هالخوف بيسيطر على الإنسان، خاصة إذا عم نحكي عن حرب، عم نحكي عن أمور خارجة عن إرادتنا. كيف نحن فينا عن جد إيماننا أنه كلنا مؤمنين بس أنه بنخاف؟ ليكي مرتا أم سولي حلم كتير، كانت خيفاني أنه يسوع يعتب أنه جيت وما ضيفتوني. نحن حاطين الخوف كمقياس وعم نفكر
يمكن بهيدا الاتجاه، بدنا نفكر بالاتجاه الآخر، بدنا نشوف شو الشيء الآخر، الشيء اللي بعد ما فكرنا فيه. جربنا مقياس أنه نقعد ونهتم ونفتل وندور ونعمل لقاءات ونعمل اجتماعات ونعمل ما بعرف شو ونحط مبادئ جديدة. عندنا مبدأ واحد، المطلوب واحد. ريتا، بدك تطلعي من الخوف؟ واحد بخلصك من بدي سميه مشكلة أو مأساة الخوف، يسوع المسيح. إن كان الله معي فمن علي؟ إذا ما بكون مع الله لازم خاف، إذا بكون ضد الله لازم خاف. نحن اليوم عم نشتغل ضد مشيئة الله، مش سئلانين مات ما مات، راح فتحنا حرب، فتحنا تاريس جديدة. المقياس ضايع، المقياس ضايع. المقياس هو مقياس المحبة، نحب بلا مقياس. المقياس هو يسوع، نقعد عند أقدام يسوع، نرجع نركع إجرينا، نطلب نطلب تدخل يسوع بحياتنا. لا، نحن اليوم صار بدنا تدخل شو ما كان بحياتنا. لا، أنا بقول وينه يسوع بالمعادلة اللي عم نعيشها اليوم؟ أنت ريت عم بتراقبي، وينه الله؟ وينه الله؟ وين سيستام أبي؟ سيستام أبي اللي أنا بعشق، علمونا إياه بالحركة الرسولية اللي من كنا بعدنا صغار. سيستام الله بيدبر، وينه؟ أنا بقول نعم اللبناني بيدبر راسه، بس أنا بدي أقول والعالم والحكام، سيستام أبي الله بيدبر؟ أو أنه حكي قد ما بديك بس على الأرض مثل ما بقولوا التدبير، العمل، كيف منخلق الشغلة، كيف نبدع الشغلة، كيف نقطف الشغلة؟ أيمتى بتصير هاي؟ أيمتى منعملها؟ أيمتى نلتجي للملجأ الحقيقي اللي هو ربنا؟ بعدنا اليوم خايفين؟ ايه، لانه وين الله بحياتنا؟ 365 مره ضلوا يقولوا لنا على كل مواقع التواصل انه مكتوب 365 مره لا تخافوا، لا تخاف، انا معكم حتى انقضاء العالم، لا تخاف. طب ليش بعدنا خيفانين؟ من شو عم نهرب؟ ليش عم نهرب من الحقيقه ريتا؟ ليش عم نهرب من المعادله الذهبيه، المطلوب الواحد؟ طب انه اكيد رح يضل في انزعاج، اكيد رح يضل في توتر، اكيد رح يضل في انهيارات، اكيد رح يضل في ناس تخلق وتنبت هون هونيك، تنبت هيك مثل الشامبينيون. هيدولي جماعه الشو مكان والكيف مكان وجماعه الشيطان، وعم بدبروا راسه. ايمتى نخلص منهم؟ أيمتى منحط لهم فريم؟ أيمتى منحط لهم كادر منقول له خلاص البود؟ أيمتى نسفق الكف؟ ليش وقت واحد بيشتغل وبيعطي من قلبه وبيكون هيك والعين نطفيه؟ ده حمص. خليك مش معادلة يسوع اللي حكينا عنها من أسبوعين، أنه فتيل مدخن، فتيل مدخن لا يطفئ يسوع، قصبة مردودة لا يكسر. طب وين هالمعادلة الإنجيلية؟ وين الإربان بحياتنا؟ وين الاعتراف؟ وين الإربان؟ وين الأسرار بحياتنا؟ وين القداس بحياتنا؟ بس يكونوا موجودين منقوى. نحن كلنا ورا متريس، نسينا القداس وقعدنا ورا المترس. هيدا المعادلة كلنا عم نصلين على بعضنا، ناطرين أيمتى بيغلط، ناطرين أيمتى بيشوش، ناطرين أيمتى بتزل قدمه حتى نسفه. ولك خلصنا بقى، هيدي الشغلات عن جد مثل ما بيقولوا لها هزلت. بدنا نرجع للمطلوب الواحد، والمطلوب الواحد هو يسوع المسيح، المطلوب الواحد ملكوت الله وبره، المطلوب الواحد أنه نتلمز من جديد، المطلوب الواحد اللي طلبه يسوع من مرتا أن تعيشه هي أن نترك هالتفاهات، كل التفاهات، ونقعد، لأنه الكلمة صارت عن جد هي الذهب اليوم، اللي الذهب بيطلع والكلمة بتصفي تحت العملة. لا، ما مش هيدي المعادلة أبدا. الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنا بدي أتشكرك على وجودك معنا اليوم ودايما.
ثانك يو ريتا على كل المداخلات اللي بتعمليها او انت او زملائك. ثانك يو لانكم عم تفتحوا مجال ليسوع انه يدخل عالمنا، انه يسكن بقلوبنا، انه يرجع عن جد يلهمنا، يتحدانا، يحط المقياس الجديد. انا بدي اشكركم على هالمساحه اللي عم تعطوها ليسوع، وان شاء الله القصه مش بس انه يابان حضر الناس القداس على التلفزيون مثل ما كثير شاشات عم تعمل، انما نروح لحتى نحكي الناس، نحكيهم بلغتنا ونقول للناس روحوا على القداس، اعدوا التلمذوا بالقداس، ارجعوا اسمعوا، ارجعوا تناولوا جسد الرب. مش على التلفزيون نتناول جسد الرب، لا ريتا، في كتير امور لازم ترجع ندوزنا حتى نقطر من جديد ونكون عن جد قطر حلو على هالكيك اللي اسمه واقع حياتنا المؤلم. الله يبارككم، وانا بصلاتي اليوم كمان نهار الاحد بدي اتمنى لك احد مبارك. ثانكيو لكم، شكرا لك، الله معكم. شكرا لك. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل قصير ومنرجع.